ديكارتو باسم الأستاذ رابولي والأستاذ الحمري. نقدم نحن تلميذات وتلاميذ ثانية 11 و 12 والثانية الثانية والثالثة أجمل وأصدق تشكرات إلى إدارة المركز السينمائي المغربي على حسن استقبالها لنا وعلى الخدمات والجهود التي بذلها المسؤولون لإنجاح هذه الزيارة. لقد كانت زيارة ممتعة ومفيدة. كما نشكر الأستاذ المرافق شويكا ونتمنى صادقين أن تتاح لنا فرص أخرى لإعادة هذه الزيارة. والسلام.